مستر عمرو جاري. طبعا احنا الحمد لله الناس اللي متابعانا احنا اوريدي خلاص الحمد لله بدأنا المنهج بتاعنا، بدأنا باستخدام وشرحنا مع بعضينا يونت 1 جرامر بتاعها، وسبنا لك لينك تحت الفيديو تفتح ملزمه خاصه باليونت، وبرضه يحصل معانا النهارده في يونت 2 ان شاء الله. النهارده هناخد مع بعضينا يونت 2. يونت 2 جرامر رولز بتاعها ايه هي؟ يونت 2 جرامر بتاعها عباره عن استخدام زمنين صغيرين. تعال الاول اسالك سؤال، انا عايزك انت، ايوه انت، ترجم لي الجمله دي. الجمله بتقول قد امطرت منذ الساعه الثالثه. ايوه قد امطرت منذ الساعه الثالثه. لما تيجي تكلم الجمله دي عايز تقول مطرت الساعه 3. هنا بقى لازم تركز معايا، انت خرجت الشارع لقيت المطر خلص بس الشوارع غرقانه، يبقى بالعربي كده شيء حدث وله اثر. Something it happened but still had an effect at the present. ده زمن ايه؟ هو ماضي؟ لا مش ماضي. ليه مش ماضي؟ لانه لسه حتى الان ليه اثر. فده خلانا نعرف ان عندنا زمن اسمه ايه؟ اسمه present perfect. يعني ايه present perfect؟ يعني مضارع تام. طب لما هو تم ليه مسمينه مضارع؟ because it still had an effect at the present. تعال نبص معانا المضارع التام بيكون من ايه؟ يا ترى المضارع التام شكله ايه؟ ايوه واحد بيقول لي it has rained. It has rained since 3 p.m. معنى الجملة دي it has rained since 3 p.m. يعني الدنيا مطرت but it still has an effect. لسه ليها ايه؟ ليها اثر. يبقى انا دلوقتي اللي قلت لحضرتك الفورم بتاع البريزنت بيرفكت ايه؟ ايوه صح كده، have او has بلس الباست بارتيسيبل، have او has والتصريف الثالث. يبقى المضارع التام عباره عن have او has بلس البي بي الباست بارتيسيبل. طب ده معناه ان الحاجه دي البريزنت ده حصل بس له اثر. طب لو انا قلت نفس الجمله بالشكل ده it has since 3 p.m. وبعد كده قلنا ان it is still raining، هنا هينفع تقول لي has rained؟ لا. طب لا ليه؟ لان انت قلت يا حبيبي it's still raining، ما زالت تمطر. ادام ما زالت تمطر يبقى احنا هنلعب على زمن ايه؟ ايوه الاسم اهو، بص القلم مختلف شويه، اسمه present perfect continuous. يعني ايه present perfect continuous؟ اسمع معايا، بص الحته دي، ادام كلمه continuous يبقى الفيرب عليه ing، يبقى انا لازم اقولها raining، لازم نقولها ايه؟ raining. طيب انا قلتها raining، حط قبلها ايه؟ pen or peen. يبقى الزمن بتاعنا عباره عن ايه؟ نكتب بقى الجمله بالشكل الصح بتاعها، يلا اهي it has been raining since 3 p.m. ليه؟ عشان it's still raining، ما زالت تمطر. يبقى انا النهارده عندي بكل بساطه زمنين، ادي الزمن الاول وادي الزمن الثاني. الزمن الاولاني present perfect، الزمن الثاني present perfect continuous. اظن ده ما فيش فيه اي مشكله. طب احنا لو ركزنا مع بعض كل زمن تكوينه ايه؟ قلنا التكوين هنا verb to have or has والpast participle. طب هنا بجيب verb to have برضه have or has ومعاها been والverb عليه ing وادي السبجكت قبلي. طب احنا محتاجين ايه تاني؟ واحنا محتاجين نحل لازم نسمع اللي هقوله ده. نيجي نشوف النيجاتيف فورم بتاع الزمنين. الاول اتنين قلنا present perfect something happened and has an effect، حاجه حصلت بس ليها اثر. لكن ده something started at the past، something started
بدأ خلاص and is still happening ما زال يحدث. طب تيجي نحط النفي، يلا نعمل مع بعضينا النيجاتيف. عشان تعمل نيجاتيف هنا كل بتجيبه في عندك have or has حط لها not، يبقى جيب السبجكت ومعاه have or has not والباست بارتيسيبل. يعني الجملة تبقى ايه؟ بص معايا هقولها بالشكل ده. It hasn't rained. أكمل الجملة. يبقى it hasn't. طب هنا لو جبنا نعمل نيجاتيف نفس الكلام بس اجيبها برضه في hasn't. هقول it hasn't been raining. وأكمل الجملة. يبقى أنا هنا دي جملة عندي لما تبقى في النيجاتيف فورم بجيب have or has not have or has not. حتى الآن تمام؟ تمام. طب نيجي بقى على الباسيف. ايوه الباسيف مش عارف يعني ايه باسيف. باسيف يعني مجهول. يعني ايه مجهول؟ ادام مجهول يبقى الشرط الاول الا تعلم الفاعل. شرط المجهول ان تبدا بالمفعول والفاعل غير موجود. شرط الباسيف مفيش سبجكت، ابدا بالاوبجكت وما تعرفش مين العمل ده. فلما اقول الجمله لحضرتك، لما اقول علي has washed the car، علي غسل العربية. طب هنا علي has been washing the car. علي كان بيغسل العربية وما زال علي بيغسل العربية. طب اعمل بس هنا. ايوه صح، برافو. بص قال ايه؟ قال ابدأ بكلمة the car. the car ها the car ايه بقى؟ صح يا ولاد، بسم الله ما شاء الله. اهو has been washed. The car has been washed. ايوه معناها العربيه غسلت. يبقى هنا عملت ايه؟ جبت الباسف، ابدا بالاوبجكت have وhas been والباست بارتيسيبل. ده الباسف فورم بتاعك. ابدا بالباسف فورم، تجيب الاوبجكت اهو ومعاه فيرب تو هاف ثم been والباست بارتيسيبل. طب لو انا يا باشا بعد اذنك يعني عايز اخلي الجمله دي باسيف، يلا هقول معايا هنعد 10 ونشوف حلك صح ولا لا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ايه الباسيف هنا؟ ذكاء انت بتعمل ايه اصلا؟ نو باسيف فورم. present perfect continuous ملوش شكل في الباسف، زيه زي الفيوتشر كونتينوس والباست بيرفكت كونتينوس. يبقى الباست فورم اوف بريزنت باست كونتينوس، باست بيرفكت كونتينوس، بريزنت بيرفكت كونتينوس، فيوتشر كونتينوس ملهمش اصلا شكل في سؤال الباسف او لما تعمل جمله باسف. طب هنا كده ادينا البريزنت بيرفكت have or has or be بيعبر عن ايه؟ something happened and has an effect، شيء حدث وله اثر. بنفي بنوت او ايوه صح 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 ايوه انت مش غلط والله انت صح، برافو عليك فعلا. هي ايه يا مستر؟ ممكن اقول مثلا الجمله دي علي غسل العربيه، لو نفيتها كنت بقولها علي hasn't washed the car. طيب علي ده راجل مرفه عمره ما غسل العربية، ما انا ممكن اقولها بدل not احط ايه؟ ايوه never، برافو عليك. يبقى احنا ممكن مع النفي بدل ما تحط not تحط never، بس never never بتقول لك انت كل اللي فات ابدا خالص. اوكي يبقى احنا كده عندنا ادي present perfect have or has will be بيعبر عن ايه؟ شيء حدث وله اثر. النيجاتيف بتاعه يا بيه have or has not or never or past participle. الباسيف يكون ايه؟ ابدا بالاوبجكت have or has been والباست بارتيسيبل. ده البريزنت بيرفكت. فالبريزنت بيرفكت كونتينوس هو بريزنت بيرفكت، شيء بدا بس ما زال بقى. هو ده الفرق بين الزمنين. عشان كده ما تستخدمش البريزنت بيرفكت كونتينوس حتى لو في سينس او فور، الا لما تلاقي كلمات زي مثلا اقول لك ستيل didn't stop
حاجات اللي تخليك غصب عنك تعرف ان الحدث مازال مستمر. كده لازم تخلي بالك منها. ايه هي الكي ووردز بتاعت البريزنت بيرفكت والرولز بتاعته؟ رولز اند كي ووردز. بص يا شباب، نفتكر معانا كده كلمات البريزنت بيرفكت. ها always؟ لا مش دي. usually؟ مش دي. امال ايه؟ احنا عندنا كلمات البريزنت بيرفكت. قولوا معايا ever never yet. قول يلا، قول، احفظ ever never yet. ever never yet. just ready sense of four. just ready sense of four. again ever never yet. just already since so far lately recently up to now so far lately recently up to now so far. دي الكيوردز بتاع الزمن present perfect. بس بانها perfect فهما كل حاجة ليها قاعدة معينة. تعال نبدأ مع بعض. أول كلمة إيه هي؟ بص العيلة دي، عندك كلمة ever وكلمة never وكلمة just وكلمة already. حد يقول لي كلمة تتحط فين؟ برافو صح، قبليهم have or has وبعديهم ال past participle. ده أصل القاعدة بتاعتك. لكن هم كلهم ما بيكونوش زي بعض. يعني إيه؟ عارف ترجمة كلمة ever يعني إيه؟ يعني ever؟ برافو. طبعا في قبليهم subject. ever يعني للأبد. never معناها أبدا. just يعني حالا. already بالفعل. يبقى أنا دلوقتي ده معنى الكلمات. ملاحظ إن حتى معناهم مختلف. معنى الكلام ده إن كلهم ما بيجوش مكان بعض. أقول لك الفرق. كلمة ever بتيجي في الإثبات وتيجي كمان في question، في السؤال. طب كلمة never انفي بيها الجملة ولسه قايلين من شوية. تعال نشوف الجملة دي. جملة بتقول have you ever been to Alex؟ have you ever been to Alex؟ هنا معنى السؤال هل زرت اسكندرية قبل كده؟ وده طبعا يفكرك معلومة. ايه المعلومة؟ بص النوت نمبر 1 معانا كده. نمبر 1 ايه هي؟ ان حضرتك لو معاك السبجكت ومعاه have or has ثم been to plus place مكان او gone to ومعاك ال place، يبقى انت عارف ان been to معناها ذهب وعاد، راح مكان ورجع. اما gone to ذهب ولم يعد. يبقى انا هنا بقى على جملة ان ده راح وما رجعش. اوكي؟ هنا بسأل سؤال بقول له have you ever been to Alex؟ ما ينفعش اقول له have you ever gone to Alex؟ ليه؟ لانك بتسأله هل زرت؟ ايوه، ما هي been to جايه بمعنى زرت. هيرد عليه يقول لي لا انا عمري ما رحت. ايوه ايوه صح صح برافو. قال ازاي؟ no I've never been there. no I've never been there. عمري ما رحت هناك قبل كده. يبقى لما حبيت انفي الجملة استخدمت never، لما جيت اعمل سؤال استخدم ever. وممكن حاجة تانية عندك في ever و never ايه هي؟ ايه؟ ايوه صح، الصفات. لما اقول ان آية is the most beautiful girl. بص الحته دي I've ever met. آية is the most beautiful girl I've ever met. معناها ان انت دي اجمل بنت شفتها على الاطلاق. طب انا عايز انفي فاقولها ازاي؟ هقولها I've never met such a beautiful girl as Aya. عمري ما قابلت بنت جميلة زيها. يبقى ever و never بيجوا مكان بعض؟ لا، واحدة بتيجي في السؤال والإثبات و never بتيجي عشان تنفي الجملة. وفي الصفات خلي بالك لو هيبقى في الديل
يبقى الديل ايفر. لو هتبدأ في الجملة يبقى الراس نيفر. ده عندك في الصفات. طب كلمة جاست اوريدي، جاست قالت لك انا باجي في الاثبات، واوريدي قالت برضو باجي في الاثبات زي جاست، بس خلي بالك انها ممكن كمان تيجي في السؤال عشان استغرب. يعني ايه؟ بص السؤال ده، السؤال بيقول have you finished yet؟ have you finished yet؟ ألم تنتهي بعد؟ هل انتهيت بعد؟ خلصت ولا لا؟ ايوه، انت عارف ان كلمة yet بتيجي فين؟ مش احنا فاكرينها؟ yet ومعاها up till now بيجوا في اخر الجملة المنفية والاستفهامية. يبقى بتيجي في اخر الجملة المنفية والايه؟ او الاستفهامية. يبقى كلمة تيجي في الاخر وده سؤال، اجابته هتبقى yes I have finished، او no I have finished yet. صح كده؟ هنا انا بسألك، انا عايز اعرف اذا كنت خلصت ولا لا. طيب اسمع السؤال ده بيقول له ايه؟ have you finished already it's amazing. ايه ده؟ هو انا هنا بسأله؟ لا، ده انا عارف اصلا معلومة. انا قلت it's amazing يعني ايه؟ انه شيء مذهل. يبقى انا هنا مش بسألك، لا 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 لا، انا عارف ان انت خلصت حاجتك، انت فعلا خلصت، انه شيء مذهل. يبقى يجوز ان نستخدم كلمة already في السؤال. امتى؟ مكانيات. اه مكانيات، بس امتى؟ لما اكون بسأل عشان اتعجب، بسأل عشان استغرب، مش بسأل عشان تقول لي اه ولا لا. يبقى في فرق. خلاص، يبقى احنا كده عرفنا ادي ايفر ونيفر وجاست اوريدي بيجوا فين وايه الفرق بينهم. وقلنا كمان عندك كلمه يت وكلمه اب تيل ناو مكانهم فين. وفي معلومه، بص الجمله دي، لما اقول اي هافنت سين هير يت، طبعا هنا اي هافنت سين هير يت لم ارها بعد، معناه ان you have never seen her before. صح؟ طب بص الجملة دي، لو قلتها up till now I haven't seen her، حتى هذه اللحظة لم أرها، تنفع معاك up till now في أول جملة، لكن يت لا. إيه ده مستر؟ يا مستر أنا شفت يت في النص قبل كده. آه يا حبيبي شفتها، وأنا كمان شفتها على فكرة، بس عارف شفتها إزاي؟ لما أقول إن he is short، إنه قصير، yet he plays basketball well. خدت بالك معايا؟ yet هنا معناه إيه؟ حتى لا، مش حتى الآن، yet دي اللي معناها حتى الآن. أمال دي معناها إيه؟ أيوة، برافو عليك يا بنتي والله. أيوة كده بقى، ورونا الشطارة. كلمة yet هنا معناها إيه؟ معناها but، يعني هو قصير ولكنه يلعب باسكت بول بطريقة كرة السلة، يعني بطريقة جيدة. المفروض كده يت في النص بمعنى بات. كده احنا قلنا ايفر نيفر جاست اوريدي بيجوا فين وبيعملوا ايه، وقلنا في الصفات بتستخدم ايه. اوعى تنسى دي يا بيه، خلي بالك اهو. اوكي، وقلنا استخدم جاست فين؟ في الاثبات، والريدي في الاثبات، بس ممكن برضه في السؤال للاستغراب. وخدنا كلمه يت اب تيل ناو في اخر الجمله المنفيه او الاستفهاميه. وخلي بالك ان في عندك كمان حته صغيره، ان كلمه اب تيل ناو ابدا بيها الجمله عادي، لكن يت ولا تبدا بيها ولا تحطها في النص. طب ينفع تقول لنا الحته دي؟ اقول لك، انا بقول لك ان علي مش هنا، هو راح فين؟ تقول لي هو راح السوق. هتقولها ازاي بقى؟ he has been to the shops، he has been to the market، he has been to the market، or he has gone to the market. ها، برافو، صح. وكلمه recently
وكلمة so far. بص يا شباب، let your sentence so far ده معناه مؤخرا، حديثا، إلى حد ما. أكتبهم وماله، دي معناها مؤخرا، دي معناها حديثا، دي معناها إلى حد ما. كلهم كده قال لحضرتك احنا بنيجي في question، في السؤال. طب ايه تاني؟ قال لي خلي بالك بقى، lately قالت لك انا اجي في النفي، recently قالت اجي في الاثبات، so far كذلك. فلو جملة منفية هتحط lately، وخلي بالك انا هكتب لك جمل وعايزك تقول لي الفرق بينهم ايه. هي لو قلت I haven't seen her lately، ولا I haven't seen her yet، ولا I have never seen her، ولا I have never seen her before. عايز طالب شطور كده وطالبة شطورة ما شاء الله، طالب كويس طالبة كويسة، تقول لي ايه الفرق بين الأربعة؟ اقول لك قول انت. طيب ها ماشي، حلو اللي اتقال ده. في واحد بيقول اول اتنين معناه ان هو مش هفهمش خالص. لا اسمع معي، لما اقول I haven't seen her lately معناه already I know her، انا عارفها اصلا بس انا ما شفتهاش مؤخرا، لكن انت already عارفها. فهمت؟ يبقى انت هنا شفتها قبل كده لكن انت بقالك فترة ما شفتهاش، دي اول جملة. لكن التانية والتالتة زي بعض، هو ده بقى اللي انت صح زي بعضه، اللي هي لما تقول لي انا عمري ما شفتها حتى الان، او انا عمري ما شفتها ابدا، يبقى الاتنين دول معناها عمرك ما شفتها، لم ارها ابدا. اوكي؟ اما اللي تحتها لما تقول لي I've never seen her before، ايوه ايوه صح، يا سيبيه يتكلم بقى. هو بيقول ايه؟ بيقول انا عمري ما شفتها قبل كده. معنى كلمة قبل كده معناه ان this is the first time I've seen her، دي اول مرة اشوفها فيها. يبقى انا كده كلمة before جت مع كلمة never عشان تنفي ما قبل الحدث فقط. ده كده اربع جمل منفيين وكل جملة ليها معنى. طب يا ترى فاكرين دي يا شباب؟ ايوه كلمة since. ايوه مستر خدناها في unit 1، since بعدها past simple ماضي بسيط، صح. فاكر قلنا قبلها ايه؟ ايوه فاكر يا مستر، قول يا حبيبي. it's والمدة، صح، او verb to have وال pp، برافو، او verb to have been والverb عليه ing، برافو عليك انك فاكر شاطر. ده لو بعدها جملة، يعني انا دلوقتي بقول لك ايه؟ he has been playing football، انه يلعب الكرة since I saw him، من ساعة ما شفته، معناه انه بدأ لعب الكرة اول ما شفته وما زال يلعب. طيب لو انا عايز اعملها it's، اهو it's three، it's three years since I met أحمد، إنه ثلاثة سنوات، إنها ثلاثة سنوات منذ أن قابلت أحمد. شفت أنا since جي قبلها إيه؟ since جي قبلها مدة، أيوة مدة، بس معاها it's. اهدى شوي، اهدى يا حبيبي الله يهديك. في واحد عمل سنس اوف 4 سنس اوف 4 سنس اوف 4، انت كنت قلتها في يونت 1 واحنا قلناها وقلت لنا غلط. ايوه ده دورها، بس عشان تعرف ركز معايا، سنس بيجي بعدها ايه؟ سنس بيجي بعدها رقم سنه، يعني يقول لك 2000 مثلا 2010، يجي كلمه لاست، يجي ايام شهور، then o'clock للساعة 3 تماما، since this morning منذ ذاك الصباح، ادي واحدة اهي. ايه تاني؟ since the age of منذ سن كذا، وكلمة since then ما تنساهاش. فكل ده بيقول لحضرتك لما اقول لك الجملة اهي، شايف الجملة دي؟
لو حبيت احط فيها سينس هقول لك I haven't met احمد، انا ما قابلتش احمد سينس 3 سنين، يبقى 2016 2016. تعرف تحط فيها 4؟ ايوه. طب قولها. برافو، قالها فعلا 4 3 years. يبقى 4 بتدي لحضرتك المده، 4 تدي المده، سينس تدي البدايه. فلما تقول لي 4 العب يا دكتور على العدد اللي معاه كلمه days years month وهكذا، والعب كمان على ايه؟ على كلمه the last. The last week, the last month, the last year. ايه تاني؟ ممكن a long time، من فترة طويلة، او for ages، لعصور او سنوات. ليه لأ؟ يبقى انا كده استخدمت الجمل بتاعت since والجمل بتاعت for. بكده احنا انتهينا من grammar unit 2.